جولة إنمائية في الشكل للرئيس سعد الحريري في طرابلس ولا يخلو مضمونها من الاستعداد لانتخابات باتت قريبة يلوح في أفقها القانون النافذ أي قانون الستين، على الرغم من إصرار رئيس حكومة استعادة الثقة لإنجاز الاتفاق على قانون جديد. دولة الرئيس بأيلول الانتخابات وفي الستين؟ لا إن شاء الله حيكون في قانون انتخابات جديد بإذن الله، ولكن النسبية عم بتكون فضفاضة بعد ما في اتفاق على عدد. لا لا اتفقنا تخافوش، وصلنا تطور النقاش، وصلنا. الاعتدال ونبذ التطرف شعار يطلقه الرئيس سعد الحريري للمرحلة المقبلة سائرا على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإلى طرابلس عاد بعد غياب وانهماكات. الرئيس سعد الحريري هو رمز الاعتدال، وهذا الاعتدال مرات بيدفع حقه بالسياسة، لأنه اللي بياخدوا الكلام المتطرف قد يجمع جمهور أوسع. بدنا نعطي حالنا لتقريبا 15 شهر الجاي، في إمكانية يكون في اتفاق على قانون جديد، وإن شاء الله بيصير هالشيء. بالتأكيد جاي مشان المشاريع، بس ما في شيء يمنع أنه السياسي دائما لازم يكون مع قواعده ومع شعبيته. من الأوتوستراد والجسر الدائري الذي أطلق عليه اسم جادة وجسر عمر كرامي في طرابلس إلى المنطقة الاقتصادية وسوق الخضر، ومن خان العسكر إلى المدرسة النموذجية ومشروع البنية التحتية في الجامعة اللبنانية، جال الرئيس سعد الحريري واعدا بمستقبل إنمائي واقتصاد مزدهر. نحن بالنسبة لنا إن كان نسبية ماشيين بالنسبية، إن كان مختلط ماشيين بالمختلط. هذا موضوع يجب على الأفرقاء الآخرين يتنازلوا شوي لحتى نوصل لهذا القانون الانتخابات. بموضوع الموقوفين نحن عم نشتغل على قانون العفو، قلت بالسابق ونحن جادين بهذا الشأن، وهذا الشيء بإذن الله حنوصل له وحيكون في عفو للي بيستاهل العفو. ومن الشمال إلى الخصوم السياسيين رسائل حريرية لتكون طرابلس مثل ما كانت وأجمل، والعيون شاخصة إلى صناديق الاقتراع لانتخابات نيابية قريبة علها تنقلب على نتائج انتخابات بلدية منصرمة أصابت المستقبل في أعماقهم. رواند أبو خزام، قناة الجديد.